أطلقت جماعة بن جرير اليوم بوابة إلكترونية جديدة في خطوة تروم تعزيز العملية التواصلية مع الساكنة وتقريبها من خدمات الجماعة. البوابة توفر للساكنة خدمة التواصل مع الجماعة عبر تقنية ألو مواطن حول خدمات النظافة والكهرباء وغيرها. سهام بخلفي وعمر شليدي. ألو مواطن خدمة جديدة بمدينة بن جرير توفر للساكنة حق التواصل والمشاركة في تدبير قضايا الشأن المحلي من خلال التواصل مع مكتب الإرشاد المكلف باستقبال الشكايات والطلبات. مبادرة جديدة يعني كتستهدف تجويد الخدمات الجماعتية من حيث تدبير النفايات الصلبة وكذلك الإنارة العمومية وكذلك لي بلاس لي بلاسيت دو لا فيل دو بن جرير. تجربة تواصلية جديدة بجماعة بن جرير تهدف إلى تحسين وتجويد الخدمات المتعلقة بتدبير النفايات الصلبة والإنارة العمومية وغيرها من الخدمات في إطار تفاعل مباشر مع المواطنين. كنت جايب المنزل ديالي دابا وديز منه ويبان لي واحد البوبيل مقلوب وانا نهز داك الرقم ديال الو مواطن واتصلت بهم. اتصلت بهم كانت استجابه في الحي الحمد لله. جاو عندنا في البلاصه جاو لعين المكان وشافوا السطل المقلوب اللي بلغت عليه انا وهذا الشيء راه بادره طيبه يعني حسن من الاول. كنا في الاول كنمشيو حتى للاداره باش نبلغوا على الشيء، مي دابا راه ولينا في عين المكان يعني كتبلغ على شنو كاين وهذه راه في حد ذاته راه انجاز للمدينه ديالنا. كنتوصلوا بطلبات وشكايات المواطنين عن طريق الهاتف او عن طريق البريد الالكتروني، من ثم كنعطيو التعليمات للفرق بالتدخل حسب موضوع الطلب. ويندرج إحداث هذه البوابة في إطار تنزيل مبادئ الجهوية المتقدمة مع رقمنة مختلف الخدمات الإدارية وفتح باب التواصل مع المواطنين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.